دشن وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي بحضور وكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني توزيع مساعدات المكرمة العمانية الغذائية لنحو 26 ألف أسرة فقيرة في مديرية ساحل حضرموت بكلفة تقدر 750 ألف دولار أمريكي. وخلال التدشين أشاد وكيل أول محافظة حضرموت بتدخلات الأشقاء بسلطنة عمان وحرصهم على تقديم مكرمة عمانية غذائية سنوية والتي تسهم في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل الظروف والأحوال المعيشة الصعبة.